حتى ظهر يوم الجمعة تم الإبلاغ عن 1234 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، منها 17 حالة وفاة جديدة، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 4747 شخصا في إيران، منها 913 شخصا خرجوا من المستشفى، وتوفي 124 شخصا بسبب المرض. في مواجهة الوضع القاتم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جيهانبور إن الوباء يمكن السيطرة عليه بشكل أساسي في الوقت الحالي، ولكن إذا استمر عدد الإصابات المؤكدة في الزيادة سيواجه النظام الطبي الإيراني ضغطا كبيرا في الأسابيع القليلة المقبلة. كما عبر جهنبور عن امتنانه للصين لمساعدتها لإيران، وقال إن الصين حققت بعض الإنجازات في مكافحة الوباء ويمكن لإيران أن تتعلم من تجربة الصين. في الأشهر القليلة الماضية اكتسبت الصين خبرة قيمة في مكافحة الوباء، ونقلت إلينا أيضا المعرفة المعنية من خلال تبادل أحدث تجاربها ونتائج بحوثها. أكسبتنا الصين وقتا لشهور، وساعدتنا أيضا في تجنب الأخطاء والتجارب غير الضرورية. في الوقت نفسه أعرب جهانبور عن امتنانه لفريق الخبراء الصيني الذي ساعد إيران، وأكد أن الخبراء الصينيين قدموا العديد من الاقتراحات القيمة. وشارك فريق الخبراء في خط المواجهة لمحاربة الوباء، وقدم إرشادات مهنية للوقاية من الوباء ومكافحته في إيران.